هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. درو عبد الكبير مدرب منتخب وطني تباري. بالنسبه للحصيله ديال البطوله اليوم هو كانت البطوله بواحد المستوى رائع. الابطال ديالنا الحمد لله شرفوا البلاد ورفعوا الرايه المغربيه. بالنسبه لنا حنا هاد اربعه الميداليات كستاف تكنيك هي نتيجه جيده، وهذا الشيء كيرجع لفضل الستاف تكنيك اللي خدامين واحد الخدمه اللي مزيانه، ولا حتى الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي. كنشكر حتى السيد الرئيس اللي كيدعمنا حنا كستاف تكنيك وشاب مغربي 100%. بالنسبه لنا هذه نتيجه جيده، وان شاء الله القادم افضل. بالنسبه لنا حنا الحمد لله هذه داخله في البريباراسيون ديال البطوله الجايه للشامبيونات افريقيا، غتكون في المغرب ان شاء الله، وموراها غتكون شامبيونات ديال موند باش نديروا شي نتيجه اللي تفرح المغاربه ونرفعوا الرايه الوطنيه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.